اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه وصناره. فكر حضراتكم تاني احنا على الهوا، يا ريت تتصلوا بيا على الارقام اللي بتظهر على الشاشه، ولو في اقتراحات او استفسارات او طبخه جديده عاوزين تقولوا لي عليها علشان نعملها ابعتوها لي على شبكه وصناره البيج بتاعتنا الفيسبوك. طيب النهارده هعمل سمك بلطي فيليه بصوص الريحان. هوري حضراتكم ازاي نخلي السمكه او ازاي نطلع حته الفيليه من السمكه، وهوري حضراتكم تاني ازاي نعمل صوص الريحان اللي هو الباستو. نقول على المكونات: ريحان، جبنه بارميجان، صنوبر، ثوم. ده مكونات الصوص بتاع الباستو، صوص الريحان. بعد كده عندي سمك بلطي، كمون، ليمون، ليمون معصور، وليمون هاخد البشر بتاعه، وايه هستعمل الثوم برضو. طيب عشان ابتدي اخلي السمكه، طبعا انا خليت واحده وخليت واحده تانية، هوري حضراتكم بس نصها بيتعمل ازاي عشان تبقوا عارفين الطريقه. محتاج اجيب لوح تقطيع تاني، سكينه حاميه، يفضل انها تبقى لينه شويه، لو مش موجوده واحده واحده هت ايه مع الوقت ومع ايه يعني مع التجربه هنبتدي نعرف بتتعمل ازاي. طبعا هنجيب السمكه ننضفها من جوه، نغسلها كويس ونشيل القشر اللي عليها اللي بيبقى بره، ونتاكد انها نظيفه كويس جدا. الموضوع سهل قوي. اول حاجه هاخد قطعه هنا كده، يفضل تبقى السكينه حاميه عشان ما تعكسناش، هاخد قطعه كده، وبعدين عاده بيبقى في الزعنفه اللي هنا من ورا الزعنفه، بناخد قطعه بالطول كده، وبعدين باجي على ظهر السمكه من هنا في الزعنفه اللي فوق جنبها بعمل خط كده علشان ابقى ماشي على العمود الفقري، وبعدين بالراحه بقى خالص. لو السكينه حاميه بتساعدني ان انا بشتغل فيها واحده واحده كده، ودايما لو سامعين صوت السكينه في العمود الفقري يبقى احنا كده ماشيين مظبوط، ما بنهدرش خالص في الايه في اللحم بتاع السمكه. الو استاذه ميرفت. الو مساء الخير يا استاذ هشام. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. احنا مبسوطين جدا انك نزلت مباشر على طول كده. متشكر جدا، وانا كمان مبسوط جدا. كان نفسي في يوم من الايام اكلمك. ربنا يخليك يا فندم، تحت امرك. تحبي اقول لحضرتك على اي حاجه؟ تعيش، انا متشكره جدا. انا عايزه بس استاكوزا. حاضر. وعايزه السلمون. حاضر. السلمون بس حضرتك قولي لي انهي طريقه للسلمون؟ ما اعرفش صدقني، انا حاضر. يعني بشوفه بس ما كنتش بكتبه. حاضر. فمن ساعة ما بحضرتك ابتديت هبتدي اكتب بقى. تمام، حاضر. ميرسي جدا يا استاذة ميرفت، ميرسي لاتصال حضرتك، وهقول لحضرتك حالا على الاستاكوزا. كده بفضل بحاول ابعد عن حتى العمود الفقري القفص الصدري الحتة اللي تحت، وبعدين ايه مش عايزين نلف حوالين السمكة، هي السمكة في ايدينا فاحنا نلفها براحتنا. كده بالراحة خالص. انا كده خلصت اللحم بتاع السمكة. اللي باقي ده كله اللي هو البطن ده مش محتاجينه لان بيبقى فيه جزء من الدهن وبتطلع كده. طيب انا خلاص خلصت الناحيه منها، اي حاجه بقى زياده حته جلد بطلعها واستغنى عنها، وكده بيبقى طلع عندي حته الفيليه. طبعا البلطي مش سمك الحلو قوي وسعره مش غالي، فعايزين نعمل بيه حاجات كتير. كده انا طلعتها دي بقى خلاص، ممكن اعمل الناحيه الثانيه واطلعها فيليه، وبعد كده استعملها ممكن في شوربه، ممكن ايه اللي هو الراس وبقيه العمود الفقري. هاخد بقى اللي انا مجهزه ده، وبعدين ابتدي اتبله. بالنسبه للاستاكوزا، احلى حاجه للاستاكوزا ليمون وزبده وشويه ملح، وتتغرق كده الاستاكوزا بيها وتتحط يا على الطاسه يا على الشوايه، ما تاخدش وقت طويل وبتبقى طالعه حلوه جدا. هعمل فتحات صغيره كده في الفيليه، او يعني البولتي ده انا عملته فيليه، وطبعا ابقى مسخن طاسه او مجهز طاسه تسخن على النار عشان انا هتبله بس بشويه توم وليمون وملح. بعمل الفتحات دي علشان التتبيله تخش جواه، وعلشان لما اعمل صوص البيستو يبقى ايه يقدر يدخل جواه، يعني تخش جوه لحم السمك نفسه. حاجات صغيره خالص مش عايز افتحها الاخر، لان لو فتحتها الاخر ممكن تتقطع مني على النار. بس كده اغسل ايديا بسرعه. بالنسبه للسمك السالمون، لو عندنا حته سالمون فيليه مثلا ممكن نتبلها بشويه ليمون وملح وفلفل وزعتر فريش وزيت زيتون في الطاسه، 3 دقائق على الناحيه دي و3 دقائق على الناحيه دي، والف هنا وشفا. هجيب بقى ايه طبق بس عشان اعرف اتبل فيه براحتي.
ايه ده؟ دي بتاعت السمك خلاص مش محتاجينها. شوية ليمون معصور جاهز. وعندي فص توم، لو عندكم توم ساعات بيبقى في عندنا توم في البيت مجهزينه وحاطينه في الفريزر مفروم ممكن نستعمله على طول. أنا هستعمل واحدة بس. لو هنعمل طبخة تانية أو صوص تاني للأكلة دي ما فيهوش توم يبقى بلاش نستعمل توم، كده كده احنا هنستعمل الباستو فاحنا ما عندناش مشكلة إن احنا نحط عليه توم والليمون والملح. لو في بقول لحضراتكم طبخة تانية ما فيهاش التوم والكلام ده ممكن إيه نستغنى عن التوم. عايز ملح وعلي النار هنا بقى عشان ابتدي اشتغل فيها. الطبخة دي بتتسوى يمكن دقيقتين على الطاسة وبعدين ببقى مجهز الفرن واكمل بقية السوا بتاعها في الفرن. ليه بنعمل كده؟ علشان نتأكد انها استوت من جوه، لان هي السمك الفلي نفسه اللي انا مطلعه رقيق، فلو حطيته على الطاسة كتير هيبتدي يعني يبتدي يتقلب لفوق ويبقى مش مستوي، لكن لو حتة سمكة تخينة ممكن نسويها كلها على طول على ايه؟ على الطاسة. حبة كمون صغيرين وخلاص كده هغسل ايديا. طبعا مادام هنستعمل الفرن لازم يبقى مجهزين الفرن سخن من قبل ما نشتغل في اي حاجة. زيت عادي او زيت زيتون. وطبعا لو هندخل الطاسة الفرن تبقى الطاسة بإيد حديد علشان مش عايزين تخش الفرن تسيح او ايد خشب او تعمل مشكلة في البيت. الو 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 بسملة ازيك؟ عندك كام سنة؟ انا؟ ايوه انا عندي 10. ممكن تعلي صوتك شوية عشان مش سامعك من فضلك؟ عندي 10 سنين. ازيك يا بسملة عاملة ايه؟ الحمد لله. تحبي اقولك على اي حاجة؟ واسأليني يلا. انا عايزة طريقة كفتة الجمبري. طريقة كفتة الجمبري كويس قوي، هعملها يعني ان شاء الله يمكن بكرة او بعد بكرة، فخليكي معايا اتفرجي عليها علشان تشوفيها قدامك برضو تقدري توصلك ايه بطريقة اوقع. هشوف كده بس ايه اخبار الزيت. الو استاذة رانيا. الو. ايوه ازي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ انا كنت عايزة اسأل على طريقة الشوربة الكريمة السي فود. عملتها امبارح بس اقول لحضرتك عليها تاني، تحت امرك، ميرسي جدا لاتصالك. طيب شوربه الكريمه السي فود، زيت بصل ثوم جزر وبعدين نحط السمك وال طبعا نحط ملح وفلفل في الوقت ده، نحط السمك والكلماري ونقلب كويس قوي 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 قوي، وبعدين نزود بقى اللي عندنا جمبري، عندنا بلح بحر، جندوفلي، كابوريا، كل الكلام ده يتزود كله ويتقلب ويتشوح كويس في الزيت، وبعد كده نضيف عليه شوربه خضار لحد لما ايه كل حاجه تمتزج مع بعض، ونسيبه لحد ما يبتدي يسمر يعني يبتدي يبقلل، وبعد كده نحط عليه الكريمه اللباني ونسيبها حوالي ربع ساعه تلت ساعه على حسب الكميه. نحط حاجه في المقادير دلوقتي ظهرت على الشاشه، لما تيجي نحط حاجه في طاسه نحطها لبعيد علشان ما تطرطش زيت علينا. طبعا هو في الطبيعي كده كده هتطرطش، بس ايه بنحاول ان احنا دايما نبعد عننا الحاجه علشان ما يبقاش فيه اصابات. الو استاذه منى ازي حضرتك؟ الو. ايوه يا فندم ازي حضرتك؟ ممكن اعرف طريقه الجمبري؟ انهي طريقه للجمبري يا فندم، مشوي ولا مقلي ولا مقلي؟ حاضر يا فندم تحت امرك، ميرسي جدا اتصال حضرتك. طريقه الجمبري المقلي نقدر نعمله بالبيض والبقسماط، نقدر نعمله بالدقيق بس اللي يناسب حضراتكم، بس نسخن الزيت كويس قوي وما نملاش الطاسه. لو هنعمله بالدقيق بس ممكن نحط بودره ثوم وملح، ممكن نحط شويه بقدونس متقطع صغير ويتقلي ويطلع يتنشف على ورق مناديل. الو استاذه سماح. الو. اعتقد الخط قطع، ممكن تصلي تاني يا فندم؟ الو استاذ محمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيف انا كنت عايز اعرف طريقة البرميك او الاخطبوط. حاضر، انه بس حضرتك قول لي مقلي ولا لازم حدد لي بس الطريقة ايه، مقلي ولا سلطة، بارد ولا سخن، عشان اقول انا كده كده هنعمل الكلام ده كله ان شاء الله. معايا يا فندم؟ والله يعني ممكن اي مع حضرتك، ممكن
او انا اكلته بطريقه مشويه عجبتني، بس هما كانوا شاويينه كده على صاجه على طول من غير اي حاجه، فهل هو ليه طرق ثانيه يعني؟ اه طبعا. ماشي، ميرسي استاذ محمد اتصال حضرتك. طيب انا كده طلعت خلاص السمكه استوت 3 ارباع سوا، هدخلها الفرن واسيبها حوالي بالنسبه للكميه دي مش اكتر من 5 دقائق. اكتر من كده لو عاملين كميه اكتر من كده ممكن لما اطلعهم في صينيه كبيره ونحطها. الاخطبوط ليه كذا طريقه، ممكن يتعمل زي الكلاماري بالظبط، ممكن يتعمل طاجن، ممكن يتعمل يتعمل مقلي، يتعمل سلطه، بيتعمل بكل الطرق. فاستاذ حضرتك استاذ محمد لو قدرت توصل لي بالظبط انهي طريقه اللي حضرتك تحبها علشان اقول لك عليها بالظبط. وكده ولا كده احنا باعتين نجيب اخطبوط علشان عايزين نعمله بثلاث اربع طرق. دلوقتي هعمل صوص الباستو، انا عملته كذا مره بس انا بعز جدا صوص الباستو ونفسي الناس كلها تبتدي تاكله كتير لانه مفيد، صنوبر، جبنه، ريحان. طيب هطلع فاصل بسرعه وارجع اكمل مع حضراتكم بقيه صوص الباستو. رجعت لحضراتكم بعد الفاصل. السمك البولتي فيليه انا طفيت عليه خلاص، استوى تمام التمام لان مش عايز اسيبه اكتر من 5 دقائق. هعمل بقى جنبه مايونيز بالشبت والليمون وهكمل بقيه صوص البيستو. الصوص البيستو عندنا ريحان، هاخد تقريبا نص الكميه، وهاخد فص ثوم هقسمه نصين. الو ملك، ازيك يا ملك؟ الو، وبعدين صنوبر. الو ملك، الو الو، ايوه ازيك يا ملك؟ الحمد لله. انت عندك كام سنه يا ملك؟ انا ايوه أنا حط زيت زيتون 8. عاوزاني اقول لك على اي وصفه؟ الو الكيكه. الايه؟ كيكه. الكيكه، كيكه يعني كيكه سمك مثلا؟ لا، امال كيكه ايه؟ معلش قولي تاني، علي صوتك شويه. كيكه بالشوكولاته. كيكه بالشوكولاته. حاضر يا ملك. طيب هزود بقى شويه ريحان والجبنه البارميجان مبشوره او سليمه، ومش هحط ملح خالص لحد لما ادوق علشان الجبنه البارميجان حادقه. الو مريم ازيك؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله. قولي لي، عايزاني اقول لك على اي حاجه؟ عايز اعرف طريقه عمل شوربه السي فود. طريقه عمل شوربه لونها ابيض ولا احمر؟ الحمراء. حاضر. طيب طريقه شوربه عمل السي فود لونها احمر، هنحط زيت وبصل وثوم، وبعد كده هنحط السي فود اللي عندنا، جمبري وسمك وكلماري وكل الحاجات دي، ونحط عليهم معلقه صلصه حمراء ونسبك الكلام ده كله، وبعد كده نبتدي نزود الشوربه او الميه واحده واحده لحد لما قبل مثلا السوا كده ب10 دقائق، لو عندنا كابوريا نحط كابوريا، لو في جندوفلي نحط جندوفلي، ونبتدي ايه نسيبها على النار لحد لما كله يمتزج مع بعض. كده نقول ان البيستو جاهز. ده انا مش هحطه على نار ولا اي حاجه خالص، ده هيبقى زي ما هو كده. استاذ ياسر اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا يا فندم. والله انا بحب البرنامج بتاعك قوي، من ساعه ما بتفرج عليه وانت قدام البحر. ربنا يخليك، ميرسي جدا يا فندم. انا مع حضرتك. بص انا عايز اسال حضرتك على حاجه. اتفضل. القاروص. ايوه. القاروص في حدود مثلا 1.5 كيلو كده او 2 كيلو الا ربع الواحده كده. تمام. ايه احسن طريقه لعمله؟ حاضر. السؤال الثاني. ايوه. السؤال الثاني البلطي. البلطي هل ينفع يتعمل سنجاري؟ ينفع بس بتبقى لحمته رقيقه قوي، فما يعني نفضل خلينا في الحاجات اللي لحمتها سميكه، يعني عندنا البوري وعندنا القاروص والحاجات دي كلها بتبقى يعني بتدينا اكتر لحمه وبتتفرد فبنقدر ناكلها. فالبولتي انا بحاول اغير في البولتي ان انا بعمله فيليه مره وبعمله بالباستو، يعني بحاول ايه اجدد فيه عشان ما نزهقش منه. ميرسي جدا اتصال حضرتك. احسن طريقه بقى للقاروص زيت وليمون وبطاطس وبصل
ويتغطى في الفرن ويقعد ايه التلت ساعة او ال 25 دقيقة. استاذة سماح اهلا وسهلا. مساء الخير يا شيخ. مساء النور يا فندم. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. بحيي جدا على البرنامج الجميل ده. ميرسي يا فندم لحضرتك. ميرسي جدا. شيخ هشام امبارح كان في حد سألك على سمك مدور وفي عظمة في النص. ده انا نسيت اسمه كمان وكان نفسي هيتصلوا بيا تاني عشان اعرف السمكة دي ايه بالظبط. لا السمك ده اسمه درك. انا لانه عايشة في السعودية هو بيطلع من البحر الاحمر، هو لونه غامق اللحمة بتاعته وشبه التونة شوية. قصدي حضرتك دراك. قصدي دراك. لما بيتقطع جزر فبيبقى مدور وفي النص فعلا في عظمة، هو ما فيهوش الا قليل قوي قوي قوي. تمام كده انا عرفت السمكة دراك اللي هي بالانجليزي اسمها كينج فيش، بتبقى شبه التونة بس بوزها اطول شوية. طيب تمام متشكر جدا لحضرتك، ميرسي جدا ومسير اتصالك. ادي كده البيستو. الو اميره ازيك؟ الو الظهر الخط قطع، حاولي تكلمينا تاني يا اميره. طبعا بقى كميه البيستو نحط اللي احنا عاوزينه عليها، فاضل كده ان انا اعمل بس المايونيز بالشبت. الموضوع بسيط خالص خالص. ده بيبقى لذيذ قوي لما يبقى جنب الاكل، بنحط عليه مثلا بنبقى مجهزين له عيش مثلا، عيش توست زي ده كده. ده بسيط قوي، بنقطع العيش توست بالطول بالعرض مثلثات زي ما انتوا عاوزين، وبعد كده بنحط عليه شويه زيت وبندخله الفرن لحد لما ياخد الايه القرمشه اللي احنا شايفينها دي. هحط بقى شويه من مايونيز كده مش كتير علشان يبقى على قد الطبق بتاع او الصوصيره الصغيره. ومحتاج اقطع دي. طبعا الكميات زي ما حضراتكم تحبوا، يعني انا دلوقتي بحاول بس ما ازودش علشان ما هضرش حاجه وما يبقاش في حاجه بتترمي. بس لو هتعملوا عاملين عزومه او عاملين حاجه يعني فيها ناس كتيره فتقدروا تزودوا الكميه زي ما انتم عاوزين. بس كده اقطع الشبت. طبعا ايه اخد دول كفايه. هبعد عن العروق بتاعته، انا عايز بس الورق بتاع الشبت. الو استاذة وفاء. ايوه مع حضرتك. ايوه يا فندم ازاي حضرتك؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. الو ايوه يا فندم معاكي، سامعك اتفضلي. سامعني؟ ايوه سامعك تمام اتفضلي. انا بحبك جدا والله العظيم. ربنا يخليكي ميرسي يا فندم، وفرحانه حضرتك طلعت معانا في المباشرين، وانا كمان مبسوط ان قدرت ابقى في فرصه ان انا اتواصل واسمع راي الناس واخد نصايح. تحب اقول لحضرتك؟ صباح حضرتك بس. تشكر قوي. تحب اقول لحضرتك على اول حاجه؟ احسن ناس اسكندريه. احسن ناس. ربنا يخليك يا رب، ده من ذوق حضرتك والله. ربنا يخليكي. حضرتك تحبي اقول لك على اي وصفه او اي حاجه؟ ماما كانت عايزه تعرف طريقه حلوه كده للسبيت من ايد حضرتك الحلوه دي. حاضر يا فندم، ميرسي جدا لاتصال حضرتك، ميرسي جدا جدا. طريقه حلوه للسبيت، ممكن نعمله مقلي، ممكن نعمله طاجن، ممكن نحشيه، ممكن نعمل سلطه يعني يبقى بارد، في كذا حاجه. لو قدرتي حضرتك توصلي لي عن طريق الفيسبوك او كلمتيني تاني تقولي لي انهي طريقه بالظبط اللي عاوزاها هقول لحضرتك عليها. لو عايزه طريقه سريعه ممكن نحط عليه نتبله نفسه في مثلا مستارده وملح وفلفل ودقيق ونسخن الزيت كويس قوي ونقليه. كده احنا نبقى خلصنا. ماشي ممكن بقى نحط كده شوية حاجات تخلي شكل الطبق كويس، شوية شبت ونشيل دول، واحدة واحدة. طبعا بقى ممكن نزود ملح، ممكن نزود توم، ممكن نزود فلفل اسود، ممكن نزود شطة لو عايزين، زي ما حضراتكم تحبوا تقدروا تزودوا الحاجة اللي بتحبوا طعمها. استاذة رضا اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ منور الشاشه شيخ هشام. ربنا يخليك يا فندم متشكر جدا. بقول لحضرتك اسلم طريقه لكفته الجمبري ايه؟ اسلم طريقه لكفته الجمبري. طيب كويس جدا، في اي سؤال تاني؟ لا متشكره جدا. جميل قوي. الو فيها طعم قوي زي ما انا اكلتها بره مره، كان الجمبري كامل. انا صحيح الجمبري كان كامل صحيح زي ما هو؟ طيب حاضر انا هعملها بكره. تمام حضرتك تابعيني بكره ونشوف، لو ما كانتش هي دي الطريقه اللي حضرتك بتفضليها نقول لحضرتك على طريقه ثانيه. ادي كده المايونيز بالشبت. الو ساره.
الو 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 سهرة ممكن تعلي صوتك شوية؟ حاضر. الو الو ايوه كويس قوي كده. ازيك يا سهرة؟ الحمد لله. تحب اقولك على اي حاجة اي وصفة؟ ماما بتقول حضرتك ايه؟ لا لا مش سامع معلش بقولي تاني. سارة ممكن توطي التلفزيون لان انا مش سامع كويس. الو الو لا ممكن تعالي صوتك ووطي التلفزيون لان انا فعلا مش سامع كويس. الو الو ايوه ماما بتقول لحضرتك كفتة ينفع تقول لنا كفتة الجمبري؟ حاضر يا سارة حاضر ومرسي قوي لاتصالي. طيب كفتة الجمبري هعملها بكرة فياريت يا سارة تتفرجي عليها وتقولي لي ايه رايك وتحاولي تكلميني. نقدر بقى دلوقتي ايه ممكن يعني خفيف كده نحط شويه صوص بيستو عليه كده. تمام ويبقى كده النهارده عملت لحضراتكم وريتكم طريقه ازاي نخلي السمك البلطي وعملته بصوص البيستو وعملت جنبه مايونيز بالشبت ومعاه توست. الف هنا وشفا واشوف حضرتك في حلقه جديده. باي باي.